مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوسيط. 20 سنة مضت على بث أولى حلقات برنامج مختف على القناة الثانية. برنامج اختار منذ البداية الانفتاح على قضايا الاختفاء ومعالجتها بروح مهنية وبعمق إنساني واجتماعي. وهكذا نجح البرنامج في معالجة أزيد من 20,000 ملف، وكذلك في لم شمل أزيد من 5,000 عائلة. لتسليط الضوء أكثر على هذا البرنامج الاجتماعي بامتياز، تشارك معنا في هذه الحلقة الزميلة أسماء عينون رئيسة تحرير برنامج مختفون، وكذلك الزميل العربي رياض كاتب صحفي. قبل ما نواصل النقاش لنتابع جميع المقتطفات من حلقات برنامج مختفون الذي يبث على القناة الثانية. مشاعرنا تأرجحت بين حرقة الغياب ودموع الفرحة التي غمرت قلوبا استنزفها الانتظار. لحظات مفصلية نتقاسمها معكم كرسائل أمل ينثرها الفريق، لنتابع أقوى لقاءات هذا الموسم. ترقب، حرقة وخوف، مشاعر اختلطت بقلب الأم التي تحولت لديها دقائق الانتظار إلى أيام. البداية مع زميلة أسماء، كيف كانت البدايات؟ كان عفوا أن مختفون برنامج اللي جاب صياغ جديدة في معالجة ظاهرة الاختفاء، ربما ما كانش شي برنامج قبل، كنقولوا هذه تجربة غير مسبوقة. كيف كانت البدايات والتفاعل المواطنين والعائلات مع هذا البرنامج؟ الانطلاقة ديال البرنامج مختفون أو الفكرة كانت عند مديرية الأخبار، من بعد ما كانوا الزملاء كيتلقاو بشكل يومي طلبات معزولة ديال البحث عن قاصرين او مسنين او يعني اشخاص اللي قادتهم ظروف معينه للاختفاء. وبالتالي جات الفكره ديال انه علاش لا ما نخلقوش برنامج تكون عنده قيمه انسانيه واجتماعيه ومهنيه، وتكون عنده هذه المردوديه هذه على المستوى الانساني. وكانت صراحه بلاصتو كاينه، فتم خلق برنامج مختفون اللي في البدايه ديالو كانت الانطلاقه ديالو مع الاسر اللي كانت هي اللي كتصل بالبرنامج. وكانوا الزملاء، كان الزميل بدايه خالد ادنون هو اللي كان في الانطلاقه ديال برنامج مختفون في 23 يناير 2003. اذا دائما كان البحث الميداني مع الاسر، من بعد بدات كتكاثر الطلبات، من بعد ولات تم خلق واحد يعني واحد الفقره خاصه بالنداءات ديال الاسر باش تضاعف او توسع هامش ديال الولوج للخدمه الاجتماعيه والانسانيه اللي كيوفرها برنامج مختفون. هذا البرنامج هذا من البدايه ديالو لقى واحد الصدى اجتماعي وانساني كبير بزاف، نظرا لمجموعه القيم اللي كيروج لها، القيم ديال التضامن، ديال التكافل، ديال التآزر. كان واحد المقياس اجتماعي جميل جدا اللي عرفنا من خلاله انه المجتمع على خير، وان المجتمع مجتمع ديال التضامن كيف ما قلت، وانه كاين بزاف ديال قلوب الخير اللي كيعاونوا وكيساهموا في انه ينقلوا الاسر من واقع المعاناه لبر ديال الفرح. والحمد لله كان هذا الرقم اللي تكلمتي عليه عبد الهادي، كانوا دائما هذا التفاعل هذا هو اللي خلق انه اكثر من 5,000 عائله الحمد لله، وهذا رقم كبير جدا بالنظر الى يعني كنشوفوا برنامج تلفزيوني قدر يحقق هذا الانجاز الانساني الكبير جدا. اكثر من 5,000 عائله تم اللم ديال الشمل ديالها، ومن ثم بدات الانطلاقه ديال الرحله حتى بلغ البرنامج عقدين من الزمن. واخا العربي، الزميل العربي، كيفاش كتشوف انت دابا تجربه هذا البرنامج، خصوصا ان قضايا الاختفاء هي قضايا معقده؟ العمل الاساسي اللي ممكن نسجلوه على برنامج مختفون هو انه منذ البدايه وهو ناجح. الحقيقه هي هذه صراحه، انه كان ناجح. اولا الحرفيه ديال الاخوان والزملاء المشرفين على البرنامج، عمل جيد، عمل رائع جدا. ما نساو شيء بان برنامج مختفون جاء ليترجم ما كان يعرف في الجرائد الوطنيه الكبرى بالبحث عن المتغيب،
وجو الإخوان زملاء وداروا لي في عمل إبداعي رائع، لأنه فيه تصوير، فيه بحث، فيه وجوه، فيه لقاء مع عائلات، فيه لقاء مع ناس، فيه إخراج، فيه عمل رائع. عزيت ذاك الثقة أنني كملي كنجي كنديروا مثلا بحث عن متغيب، كما قلت يا أستاذ الهادي، كيكونوا بعد خرات مشاكل، كاين اللي كيكون عنده مشكل مع الزوجة ديالو غير باش يطلقها كيدير بحث عن متغيب. هذا الشيء وقع لنا حنا مثلا في الجرائد الورقية كذا، ولكن الإخوان باش يكون عندهم هذا الحرص وهذه المسؤولية من أجل تقديم عمل إنساني بهذا المستوى هذا، راه ما يمكن إلا تصفق على هذ الزملاء وعلى هذ الإخوان، اللي هو برنامج ناجح. وكنظن بأنه هو كان كيلقى من البرامج اللي كتلقى إقبال كبير على القناة الثانية، وأنا زعما كنحيي الإخوان أنهم مازال مستمرين في هذا العمل اللي ما أحوجنا إليه. على عنصر مهم جدا سي عبد العالي وعبد الهادي، تكلم سي عبد العالي على العنصر ديال الثقه. هذه الثقه هذه صراحه هي اللي خلات انه الاسر تفتح قلبها وبابها للفريق ديال برنامج مختفون. كنتكلموا على بعض المساحات الخاصه جدا اللي لولا الثقه ما يمكنش يتفتح الباب باش الانسان يدخلك القلب دارو ويعاود ليك الاسرار. تكلم على الزوج والزوجه، تكلمنا على العلاقه ما بين الابن والاب، تكلمنا على المشاكل الاقتصاديه اللي المغربي معروف بالاعتزاز ديالو بنفسه ما يجيش ويتكلم عليها الا ما كانش واحد الهامش ديال الثقه والحمد لله وديال الراحه اللي كيقدر يوفرها برنامج اللي معروف على انه تجسيد للمرفق العمومي، يعني في وسط من المشهد الاعلامي كاملا كتحس على انه هو الخدمه الملموسه اللي كيقدر يقدمها برنامج الاسر. وشفنا هذا الشيء من خلال خلق الاثر على يعني على الواقع، اكثر من 5000 عائله راه ماشي رقم اللي هو هين. اذا تكلمنا على عنصر اساسي اللي هو الثقه، وكيفاش قدرت هذه الثقه انها تنسج والوشائج ديالها تبقى لمده عقدين، كان هذا هو الرهان الكبير جدا. واخا واحد السؤال في هذا السياق، نيت كيفاش انتم كنتوا في الفريق ديالكم كتقدروا تعالجوا هذه الملفات، خصوصا انه كما قال الزميل العربي كاين ملفات ربما اللي ما كتكونش نيه مثلا سليمه او لا نيه، بانه ربما كتكون اهداف اخرى. كيفاش انتم كتاكدوا بان نيت فعلا كاين هناك اختفاء وان بالفعل هذا الملف كيحتاج المتابعه ديالكم، كيحتاج المعالجه؟ من البداية تم وضع واحد الإطار قانوني للولوج إلى الخدمة من أجل تأكد بالفعل بأنه الأمر يتعلق باختفاء. إذا كتطلب مجموعة من الوثائق، ومن ضمنها ضروري من الشرط ديال وجود علاقة القرابة ما بين الباحث والمبحوث عنه. إذا ضروري من وجود واحد المجموعة ديال الشروط من أجل أنه هاد الأسرة أو لا تلك غادي تستفد من الخدمة الاجتماعية. إذا هذا الجانب ربما ديال أننا قننا الولوج أو الولوج لهذه الخدمة هذه هو اللي ساهم في أنه دائما القصص اللي كنعرضوها، الجانب ديال المعلومات كلها متأكدين منها، الجانب ديال يتم افتحاص أيضا مجموعة من الوثائق، وكنتم يتم تأكد عن طريق بطبيعة الحال الشركاء ديالنا دائما راه كاين، نشتغل دائما يدا بيد مع الأمن الوطني ومع الدرك الملكي ومع مجموعة من الأجهزة والمؤسسات اللي دائما كتضمن أنه الخدمة تبقى عندها واحد المصداقية معينة، وانه بالفعل ذاك الشخص راه كيكون بالفعل داخل في واحد العلاقه مع الشخص المبحوث عنه، وبالتالي الحمد لله ما عمر وقع شي مشكل في هذا الاتجاه هذا. اذا كاين هذا الجانب ديال التقنين، وكاين جانب ديال الحرص ديال الفريق ديال البرنامج انه يشتغل وفق ميثاق الشرف ديالو، لان كانت نتعاطى مع العنصر الانساني ومع الجانب الانساني ومع المساحات الخاصه كيف ما قلت. اذا المراعاه ديال هاد الشروط يعني والافتحاص ديالها دائما بال العين المهنيه والعين طبيعه الحال ديال الاخلاقيات ديال المهنه دائما كان حاضر. واخا العربي في ثقافتنا المغربيه العائله ديالنا بكري كان كيقولوا راه هرب من الدار، ما كانش كيقولوا اختفى. واش نقدروا نقولوا برنامج مختفون ولا برنامج ان قدر يخلي العائلات المغربيه تهضر على هاد كما قالت عينون هذيك الثقه؟ ورا هذا هو علاش قلت انا كاينه الحرفيه وكاين الابداع ديال الفريق المشتغل وديال القناه ككل، انه بعد اولا هذا تبسيط اللغه او السمو بها من كما قلتي من هرب الى اختفى، راه فرق بون شاسع بعد تلطيف اللغه وتهذيبها وتعامل مع الامر على اساس انه امر عادي يقدر يوقع لاي انسان اي بشر. كنا بكري ملي كيهرب لينا شي حد كنحشمو كعائلات، ما تقدش تقول ان راه هرب لي الوالد او هربت لي البنت، كنحشموه كنخبيوها. وختفون خلى
يعني المواطنين انهم يعرضوا مشاكلهم، يتقاسموا مشاكلهم مع الناس، يعرفوا الناس الاخرين مشكلهم، ماشي عيب. هذا الشيء يقدر يوقع لاي انسان، يقدر الانسان يكون عنده خلل عقلي، يقدر الانسان يكون كيتقلق، يقدر الانسان يكون اختفى لانه اختفى اضطرارا لشيء ما الله اللي عالم به. ولكن اللي جميل هو هذه الصراحه اللي خلق هذا البرنامج هذا مع مكونات المجتمع، انه ولينا نبوح بمشاكلنا ونتقاسمها، مابقاش عندنا لي طابو. الا بقينا نعقلوا بكري مثلا كانوا عندنا غير هاد الوليدات مثلا اللي فيهم التوحد او كذا، كانت العائلات كتخبيه مع ظهور الجمعيات والاعلام والتعاطي مع هذه المشكل، ولات واحد المصالحه. اذا برنامج مختفون لعب هذا الدور هذا، ديما تقاسموا كمغاربه كشعب، ولا مساحة بوح ومكاشفة وجميلة جدا صراحة. وحتى القضية ديال الصورة النمطية اللي تكلمتي عليها ديال الاختفاء، الدليل هو أنه الفئات الاجتماعية إلى ربما أو لجينا نشوفوا مثلا على مر عقدين من الزمن، الولوج لهذه الخدمة هذه ماشي دائما يعني كنحكر على طبقة معينة ولا على هذا، كاين واحد تطور ربما في التعاطي مع القضية ديال الاختفاء ومع القضية ديال أننا نمشيو في اتجاه المكاشفة والبوح بشكل أكبر، من خلال تنشوفوا مختفون كيجسد المغرب كامل بطبقاته الاجتماعية كاملة. إذا على مر هذا، إذا الرهان الثاني كان هو أنه يتحول إلى مساحة جميلة ديال البوح وديال المكاشفة في احترام تام لكرامة الناس والعائلات اللي كتدوس برنامج مختفون. واخا في هذا السياق هذا، السؤال عندي اللي بغيت نطرح لك أسماء هو كيفاش نجحتوا أن البرنامج ما يبقاش مقتصر على مستوى المغرب، رغم أنه هو خذ واحد الحيز كبير للعمل مع العائلات والتخا كما طرحتوا، ولكن فتحتوا كذلك على 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 حالات ولا مثلا ملفات اللي هي كانت استثنائيه، اللي ربما الحاله ديال الاختفاء فيها ما كتبقاش هنا في المغرب، ربما كتكون في الدول المهجر او لا في البلاصه فين متواجدين المغاربه. اذا غادي نرجعوا دائما للتنامي او ارتفاع مؤشر الثقه عبر السنوات، وكيفاش الجوده اللي كيحرص عليها البرنامج، وبطبيعه الحال المواد كيفاش كتتم المعالجه ديالها. فهذا الشيء ربما خلى ان نسب المشاهده ترتفع، وانه يوليو ناس مغاربه خارج ارض الوطن حتى هما كيطلبوا انه او كيطرقوا الباب ديال برنامج مختفون. كانت معالجه ديال الملفات في القارات الخمس، بدايه من امريكا وكندا، كانت دائما ما عمرنا ما غادي نساو سنه 2005 القصه ديال السي سرحاني اللي قضى واحد نصف قرن وهو تيطرح على نفسه سؤال من انا، والحمد لله تحقق اللقاء يعني بفضل الفريق ديال برنامج مختفون. ثم بعد ذلك الدول العربية، إذا مصر والأردن سنة 2006، قصص اللي كانت هي هزت مشاعر المشاهد المغربي. ثم بعد ذلك تم نقل هذه الخدمة هذه لمجموعة من القارات، كانت إفريقيا، المغاربة ديال الكوت ديفوار، المغاربة ديال السنغال، مغاربة تونس، المغاربة الأنصاف العائلات اللي كتعيش في الجزائر وكتقلب على النصف ديالها المغربي، بزاف ديال القصص أو بزاف ديال التيمات أو المواضيع اللي قدرت يعني توسيع هامش الخدمة أنه يوفرها، وأننا ننقلوا هذه الثقة هذه للقارات الأخرى. واخا العربي، علاش هاد الملفات ديال الاختفاء ربما تعالجت مختفون، ولكن واش نقدروا نقولوا بانه هاد الملفات كاين واحد النوع من التقصير عند الصحافه المكتوبه او عند في الاعلام بالصحفيين، واش حيت ملف معقد او ربما كيتطلب واحد؟ كنعتقد بان الصحافه المكتوبه في اوج عطاء الصحافه المكتوبه تاريخيا فيما سبق، انه كان هذا الاقبال، كانت مثلا في بعض الجرائد كتجيها خناشي ديال هادشي ديال المتغيبين. ولكن كان هذا الاشكال اللي ذكرت الاستاذه اسماء ديال الاشكال القانوني، انه كانوا الناس ما كيمشيوش يديروا ديكلاراسيون ديال البوليس وكذا وهذا، وقعوا مشاكل. يمكن هذه المساله خلات الصحافه الوطنيه في ذاك الوقت تبدا تتراجع. ولكن كاين الاشكال الاخر هو انه الصوره احسن من القراءه، المغاربه اللي يقراون كثيرا هذه كنعرفوها، فالصوره فالتلفزيون هو حميمي، هو وسط العائله وسط المنزل وسط الدار، كيشوفوا الصغير كيشوفوا الكبير، كيفهموا اللي قاري اللي ما قاريش. اذا هذه كانت احسن، هذا كان ذكاء من قناه الدوزان انها دارت هذه الخدمه، وما احوجنا البرامج الاجتماعيه اخرى جد متطوره. احنا اليوم نعيش اجواء المنتخب الوطني وعنوان العائله، فمختفون يعني أسس العائلة
منذ بدايته الى الان، لان ولاو المغاربه على الاقل كيزعم يقول مشكل، وهذا هو المهم، وهذا هو الاساس. وخا قبل ما نواصل النقاش لنتابع جميعا شهادات ادلوا بها مواطنين ومواطنات حول برنامج مختفون للقناه الثانيه. والراي ديالي في هذا البرنامج هو انه برنامج مزيان، كيف ما كنشوفوا شحال من حالات اللي مختفين، قدر هذا البرنامج يساعد العائلات ديالهم باش يلقاوهم. بالنسبه للبرنامج مختفون هو برنامج اللي غني عن التعريف في المجتمع المغربي ديالنا، كان بزاف ديال الناس قدروا يلقاو المفقودين ديالهم عن طريق هذا البرنامج. غير هو من ناحيه الاضافه نقدروا نقولوا ان يضيفوا واحد لو سيت ويب او موقع الكتروني اللي عن طريقه كيكونوا فيه الناس اللي مسؤولين على هذا البرنامج والناس اللي مسؤولين عن البحث على هاد المفقودين وكذلك العائلات ديال المفقودين. وصراحه هي واحد المبادره مزيانه، برنامج اللي كيعاون الناس باش كيحلوا المشاكل ديال الناس الاسر المغربيه. وكيف ما شفنا كاينين بزاف زعما ديال الناس اللي صراحه كانوا تختفوا لهم العائلات ديالهم، الاصدقاء ديالهم، وزعما لقاو لهم حل. دونك مزيان بحال هذه المبادرات. بالنسبة للبرنامج ديال مختفون هو برنامج زوين تبارك الله، وكيساعد الناس باش انهم كيلقاو الاحبة ديالهم اللي مفقودين، وكيدوز كل يوم خميس ويساعد شحال من العائلات باش انها تلقى الناس اللي مضرة ليها. الحمد لله. اسماء، في هذا البرنامج بغيناك تعاودي لنا قصص انسانية، ربما هذا البرنامج كما طرح في الاول هو الدار بعمق انساني وعمق اجتماعي. هي راه كل مرة هو طافح بالحالات الإنسانية وطافح بالحالات اللي كل قصة كتنسيك في الأخرى، هو مرآة للمجتمع. وقادتنا الصدفة دائما، يعني الصحفيين كلهم اللي يعني كلهم اشتغلوا بحب في برنامج مختفون كلهم عندهم قصص معينة مع 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 اللقاءات، خصوصا كيفاش كيصيغها القدر وكيفاش بطبيعة الحال كيساهم في أنه يرسم ملامح الفرح وينترها في وسط من البيوت المغربية. مجموعة من الحالات بطبيعة الحال، أنا تكلمت على الروبورتاج اللي كان جزو عادل بن موسى وحسن بن رابح سنة 2005 في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يعني غاديين عندهم الأسرة عاطيهم عنوان وبقاو متبعينه، والفريق كامل غادي متبع هذاك العنوان. وذاك السيد كان الأسرة فقدت الأثر ديالو لمدة سنوات طويلة، كان مشى الولايات المتحدة الأمريكية وكان بدون وضعية وعندهم فقط عنوان كان كيتراسل معهم فيه، فالفريق غيبقى غادي بمساعدة بطبيعة الحال جمعيات اللي هي ناشطة تما، غادي يبقى غادي حتى غنوقفوا على هذاك الشخص، وحتى ذاك الشخص غيتفاجأ أنه كيفاش يعني كاميرا جاية من بلادي، الأسرة ديالي يعني شكات على هاد الناس، وكيفاش هاد الكاميرا تغلقة راسي بلادي كتقلب عليا في بلاد الناس. إذا كانت واحد المفاجأة كبيرة بزاف، وقصص كثيرة جدا. ما نساوش أمي فاطمة، ما نساوش دوليازال، الرجل المسن اللي دفعته ظروف الحياة أنه عنده عشرة الوليدات ويلقى راسه يعني حبيس الأسوار ديال الوحدة وديال دار العجزة، والحمد لله ملي تحقق واحد الجزء ديال اللقاءات مع وليداته. ما نساوش كريم الألماني، كيفاش 47 سنة ديال الاختفاء السيد بدينا معه التصوير، ومن بعد يعني يوم ديال التصوير كانوا الحمد لله تفاعلات اللي هي كبيره جدا عن طريق الابحاث الموازيه اللي دارها الفريق ديال البرنامج، وغيتلقى مع باه اللي ما شافوش لمده 47 سنه. السي السرحاني حتى هو نظر بالعربي، ما نساوش هذه القصص هذه كامله، كيفاش انه ام كتعيط لك لغد ليه وكتقول لك راه انا هي الام المبحوث عنها ديال ذاك الدري اللي 29 سنه دفعتني ظروف الفقر انني نعطيه يتربى في التراب الفرنسي وفقد تفقد الاثر ديالو. وكيفاش نتوما عن طريق هذا الروبورتاج اللي مشيتو حتى لتما ودرتوه، كيفاش يعني هو هذا الشيء بمثابه عوده الروح للجسد ديال ام ولا ديال اب ولا ديال اي واحد باحث على ذاك الانسان اللي تفقدت معاه السعاده وكترجع معاه مضاعفه. وهذا الشيء اللي كنشوفه في الكلمات ديال الاسر، كتقول لك يعني في مشاهد او في اجزاء كثيره في الروبورتاجات، غير من بعد هذا اللقاء اللي بغات تجي الموت، تجي شفنا اب كيسجد، شفنا ام اللي يعني
فواحد الحاله ديال الهستيريا ديال الفرح. اي ام مغربيه يعني، وحنا كنعرفوا على انه الدور ديال المراه اولى، اجمل القصص ديال برنامج مختفون صاغوها نساء الشجاعات المناضلات المكافحات اجتماعيا، يعني كانت دائما هذه الصوره الجميله ديال الامهات واللي دائما كنعتزوا بها. اذا كيف ما قلت لك عبد الهادي، كل قصه عندها واحد اللون خاص وعندها مجموعه من القيم التي تتفرع هنا. وحنا بطبيعه الحال دائما كتبقى ان مختفون مدرسه قيميه، نحرص على انها دائما تكون جزء من الاستقرار الاجتماعي بطبيعه الحال، ودائما نذكر بهذه القيم ديالنا المغربيه الجميله والتي نتغذى عليها بطبيعه الحال باش يبقى مشروعنا الاجتماعي يعني الحمد لله مكتمل. مكتمل. العربي بلا شك الشهادات اللي قدمت لنا اسماء اللي هي شهاده العائلات والدور اللي كتلعبوا الامهات، طرحتي انت قبيله هذه الامهات الدور اللي كيلعبوا حتى مع المنتخب الوطني، واش نقدروا نقولوا بان هذه القيم ديال التماسك الاسره، ان المغربي ديما كيحرص على ان الاسره ديالو تبقى متماسكه والعلاقات بين الاب والابناء ديالو كتبقى مستمره على مر السنين، ما كاينش ذاك القطيعه، واش نقدروا نقولوا بان هذه كتساعد الأسر المغربيه انها حتى على مستوى التطوير المجتمع، ان هذه القيم كتبقى محافظه كتنتقل من جيل لجيل. ما كيتميز به الانسان عن باقي الكائنات هو انه كيجسد واحد المجموعه ديال القيم، كما ذكرت الاستاذه اسماء انه النساء كانوا بطلات في هذا البرنامج وشكلوا واحد النوع ديال الدراما، شكلوا واحد النوع ديال القصه. انا علاش انا بغيت نركز خويا الهادي على على الجانب الابداعي داخل البرنامج، لانه راه ماشي فقط المشكل هو ذلك الاختفاء، هو كيف تروى الحكايه، كيفاش كنتصنتوا لها، كيفاش كيستانس بها المتلقي، وكيفاش هاد العمل الابداعي كيخدم التحسيس لدى الاخر اننا ما نفرطوش في عائلاتنا. انا ملي كنشوف اسره اخرى وقع لها هذا المشكل اكيد انني غادي نحافظ، انا كابن او كاب او كاخ نحاول نحافظ على الاسره ديالي، لان كتطرح عده مشاكل اللي ادت لسبب ديال الاختفاء، خاصه اونتر كيومي الناس اللي هربوا، هرب لانه خاف من باه او هي خافت من باها، اللي مشكلين ما كنحشموا نقولوه بيناتنا كاسر. كنولي انا كمتلقي كمشاهد عبر العالم كناخذ هذا الاحتياط لانه عمل تحسيسي رائع وكيجيني بطريقه جميله، كيستافد منها الجميع، اللي قاري اللي ما قاريش، الامهات الابناء الصغير الكبير كيستوعبوا الفكره العامه. الفكره العامه هي المكاشفه، هي قول الحقيقه والبوح بالحقيقه حتى لا يكثر الاختفاء ولا يكثر الهروب، وهذا يمكن هي الرساله اللي نقدروا نخرجوا منها دون نسيان الجانب الحرفي لا ديال المخرجين اللي خدموا في هذا البرنامج ولا ديال المعدين ولا اخوان، راه كاين ابداع، راه حكايات كان ممكن دير منها افلام عاده باش انها كتخرج منها قصص اخرى. داخل ديك العائله ما عندهاش غير ذاك المشكل ديال الاختفاء، الجانب الاجتماعي ديالها، الظروف الاقتصاديه ديالها وما الى ذلك، هذا هو الجميل في هذا البرنامج. واخا واحد السؤال غير في هذا الاتجاه هذا، كيفاش قنعتوا كنعرفوا بانه في نداء هناك نساء اساسا بواحد النسبه كبيره كيجيو قدام الكاميرا وكيهضروا، نوع من البوح، لانه باش تجي انسانه قدام الكاميرا وكتهضر على مشكلتها وبواحد السلاسه في التعبير وصدق، كتحس به صدق بالدارجه، كيفاش واش كانت شي بريباراسيون ليهم، كيفاش كتشتغلوا معاهم انتم باش كيكون هذاك القوه ديال التاثير ديال هذاك النداء، سواء في الناس اللي هما مستهدفين او لا سواء في الناس اللي غيسمعوا يقدروا يساعدوهم في البحث عن هذاك. تكلمتي عبد الهادي على كلمه مفتاح اللي هي الصدق. هذيك السيده جايه ربما من زاكوره ولا جايه من قلميم ولا جايه من طنجه ولا جايه من اي بلاد، جايه حامله في القلب ديالها الحب ديال ذاك الابن او ذاك البنت او ذاك الزوج او لا اي واحد اللي مختفي ليها. كاين الصدق، هذاك الصدق هو اللي كيخلي القوه ديال التاثير تكون في 15 ثانيه او في 20 ثانيه، لربما في الكواليس ديال البرنامج تكلمنا انا والسي عبد العالي على انه كيفاش 15 ثانيه ديال النداء او 30 ثانيه ديال النداء صاغت قصص لقاءات اللي زعما صراحه الخيال العلمي ربما ما تطيقهاش، فكت شفرات ديال اختفاءات اللي فاتت 20 سنه و30 سنه و40 سنه. هذاك النداء علاش؟ لان الحموله ديال الثقه والحموله ديال الحب وديال الصدق فيه كانت قويه بزاف. وحنا داكشي علاش نراهن دائما انه الباحث
في النداءات أو في الروبورتاجات دائما الملامح ديالو أو الوجه مكشوف. علاش؟ أولا كاين الرهان على العامل ديال الشبه، وثاني شيء كاين واحد الرسالة عن طريق التعبير وعن طريق الملامح كيصيفطها هذاك الباحث للشخص أنه مرغوب فيه وأنه محبوب وأنني كنتحدى العالم وأنني ما خاجلش، ما كاينش الخجل من أنني أنا كنقلب عليك والهدف ديالي الرهان ديالي الأكبر هو أنك ترجع لي. إذا هذا ربما هو ما بنيت عليه القصص ديال المختفون واللي هو أساسي ومفتاح في العملية كاملة، هو المسألة ديال الصدق والمسألة ديال الحب. العربي 20 سنة من برنامج مختفون بقصصه الإنسانية بتفرعات ديال هاد الملفات اللي ربما انفتحنا على عائلات ماشي غير في الوسط الحضاري، في الوسط الحضاري، في الوسط القروي، في المهجر. واش منقدرش نقولوا بأن الآن برنامج مختفون كيشكل واحد بنك ديال المعلومات وكذلك مرجعية لأنه يشتغلوا عليه في البحث الأكاديمي؟ أكيد خويا الهادي كلامك على صواب، فعلا أنه هو ولا بنك دوني، أنه فيه معطيات، فيه حكايات، فيه قصص، فيه مناطق، فيه جغرافيا، فيه أماكن، فيه يعني طبيعة، فيه بحار، فيه جبال، فيه تنوع. هو ماشي غير خزان، غير أولا هو مهم للإنسان اللي كيدير السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، مهم جدا أنه يرجع لدفاتر هذا البرنامج والحكايات ديالو. أيضا أنا بغيت ننصح الإخوة السينمائيين أنهم يرجعوا لهذا من هذا القصص، من هذا هو سيناريو مكتوب عندنا كاين في هذه القناه هذه. الا رجعنا ليه غنخرجوا العجب، لان انا متاكد والاخت اسماء يمكن تاكد هذا الكلام، انه ملي كيكونوا كتذكروا مع ديك العائله على ذاك المختفي او في لونتوراج اللي كيمشيو ليه راه كيسمعوا قصص غريبه وخياليه واشياء هيتشكوكيه اللي ممكن المخرج يجي غير يهز السيناريست، سورتو السيناريست راهم يشتغلوا على شيء. أكيد أنه المسألة الأكاديمية حاضرة وحاضرة بقوة وخسارة حتى الجانب الإبداعي بالفعل، ولكن حتى الجانب الإبداعي لأننا كيضروني السينما باغي الدراما الدراما المغربية مؤخرا شفنا بعض يعني بعض المحاولات أنه بالفعل ولات التيم ديال الاختفاء أو الموضوع ديال الاختفاء انطلاقا من برنامج مختفون وما حققه برنامج مختفون يتم إدراجه ضمن مقاطع سينمائية أو لربما درامية معينة. الجانب اللي تكلم عليه سيد العالي أحيانا تنكتة عند الناس طبيعة الحال، طبيعة الحال تحول إلى مؤسسة مؤسسة اجتماعية وإنسانية. كاين الجانب اللي تكلمتوا عليه واللي هو مهم ايضا واللي هو ساهم في صناعه هذا الاثر، هذا ان مختفون المناطق المعزوله في المغرب كان لنا الشرف انه الحمد لله ملي كتمشي لشي بلاصه شي دوار ما يمكنش يجيك في البال او ما كنعرفوش تيقول لك اول كاميرا جات لعندنا هي كاميرا مختفون. اذا ساهم ايضا في اكتشاف المغرب ثقافيا واكتشافه جغرافيا. إذا راه كان تهد المعطى هذا كان مهم بالنسبة لنا خلال هاد العشرين سنة. شفنا تقريبا المناطق ديال المغرب كاملة غطيناه من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ما كاينش منطقة ما مشاش لها برنامج مختفون، وفي مناطق معزولة كثيرة كان السبق لكاميرا مختفون الحمد لله. أكثر من هذا أنه خليته أن المواطن العادي يثق في الإعلام ويحب الإعلام ويسهم تاولي مساهم في الإعلام، يمكن على داك الشيء كان ريسيبروك لانه ولينا اكتسبنا كاعلاميين كاعلام كمؤسسات اعلاميه مشاهدات اكثر، والاهم منه هو يثق المواطن في الاعلام ديالنا. الاعلام ديالنا. سؤال اخير للاسماء، البرنامج بعد 20 سنه كيفاش، واش كاين شي تطوير ديالو؟ واش كاين ربما نداء كان جات كنقله نوعيه في مسار ديال البرنامج في علاقته مع هذه الملفات هذه، واش كاين تفكير في تطويره؟ الجانب المتعلق يعني بالتطوير دائما كان هاجسا وحاضرا على مستوى تطوير الهوية البصرية للبرنامج وأيضا تطوير المحتوى باش دائما نكون في مستوى الثقة الملقاة والأمانة الملقاة على عاتقنا. إذا جاء أيضا تلقينا مجموعة من الطلبات على مر هاد العقدين، دائما كانت أسر باغا تستافد ولكن باغا تطرق الباب ديال برنامج مختفون وتقلب على الأقارب ديالها، ولكن كاين الهاجس ديال الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وشي واحد اللي باغي يتكلم. تكلمنا على الأهمية ديال البوح والمكاشفة دون يعني
الدخول في هذه المساحات الخاصة والكشف على الهوية، فتم تفكير سنة 2015 في خلق المساحة الإذاعية أو النسخة الأثيرية ديال البرنامج مختفون التي تبث على راديو دزام كل يوم جمعة، وحققت ثمار كثيرة جدا. ولينا كنعيشوا عاوتاني تجربة أخرى، منين غابت الصورة حضرتني أو تدفق الإحساس، الصبيب ديال الإحساس كان عالي جدا. علاش؟ لأن رغم التطور كله اللي عشناه لازال يعني حاضر الصورة الاجتماعية ديال داك الإنسان اللي كيعيش واحد الموقف معين في الحياة، وربما ماشي كلنا عندنا القدرة أننا نواجهوه. فبالتالي قلت لك وقع يعني تجربة جميلة جدا مع راديو دوزام، وحققت ثمار كثيرة جدا، وسمحات في أنه في ظل يعني الكثرة ديال الحالات اللي تقريبا ما بين 20-30 مكالمة هاتفية كل يوم، وفيها قاصرين وفيها مسنين وفيها فئات هشة، إذا أين سيتم إدراج هذه الحالات؟ إذا هذا الشيء خلانا أننا نعالج الملفات بشكل أكثر تفاعلي وأكثر يعني مستعجل أكثر. إذا كانت المساحة الإذاعية ذات قيمة وذات مردودية إنسانية واجتماعية ومهنية كبيرة جدا انطلاقا من أبريل 2015. إذا التطوير اللي كاين هو ماشيين في اتجاه ديال تعزيز الديجيتال والحضور ديالنا على الديجيتال، كاين تفكير في خلق يعني موقع الكتروني خاص بالاختفاء بطبيعه الحال تابع للقناه الثانيه والبرنامج مختفون. اذا كاين تعزيز بطبيعه الحال الحضور ديالنا على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، لان احنا تنشوفوا دابا باش نقدروا نوصلوا لكاع الفئات الاجتماعيه، الشباب، الاطفال، الناس الكبار، كاينه واحد الوظيفه تاثيريه تحسيس قيمية خصنا ما أمكن أننا نوسع دائرة الوصول إليها، والديجيتال هو الحل دابا. زميلة أسماء عينو رئيسة تحرير برنامج مختفون، كنشكرك بزاف على هذه المشاركة وعلى كل المعطيات والمعلومات اللي قدمتيها حول هذا البرنامج الإنساني النبيل، وكذلك كنشكر العربي رياض كاتب صحفي على كل التوضيحات، وكذلك على الضوء اللي سلطتي على هذا البرنامج في علاقته مع محيطه الإعلامي والاجتماعي. ملف الاختفاء غيبقى دائما مستمر وغيبقى دائما حاضر في قلب اهتمامات برنامج مختفون. أما أنا فألقاكم في حلقة جديدة من برنامج الوسيط.